يسعد صباحكم يا خامس، ويعطيكم العافية يا رب. اليوم هو الاثنين الموافق 14/12/2020. اليوم إن شاء الله رح يكون عنا آخر حصة لنشاط المعلم الصغير، رح تكون على درس الضوء وخصائصه. فنيجي نحل مع بعض ورقة عمل على هذا الدرس. نيجي على السؤال الأول، بقول لك ارتداد الأشعة عن مسارها عند اصطدامها بجسم عاكس فراغ، شو اسمها هاي لما ترتد عنا الأشعة بسبب اصطدامها بجسم عاكس؟ اللي هي انعكاس الضوء. تاني إشي، انحراف شعاع الضوء عن مساره عند انتقاله بين وسطين شفافين مختلفين. هون ضبطوا كلمة عند انتقاله، هي عند انتقاله بين وسطين شفافين مختلفين. لما ينحرف عنا شعاع الضوء نتيجة انه انتقل من وسط لوسط من وسط شفاف لوسط شفاف تاني مختلف عنه، شو كنا نحكي عنه؟ اللي هو اذا بتتذكروا تجربة كنا نجيب كاسة مي ونحط فيها قلم بشكل مايل، كان ايش يصير؟ نشوف القلم زي كأنه منكسر. فاذا هاي الظاهرة اسمها انكسار الضوء. الفرع اللي بعده بقول لك من التطبيقات على ظاهرة انكسار الضوء فراغ وفراغ. ايش في عنا تطبيقات على ظاهرة انكسار الضوء؟ اخذنا 3 تطبيقات اللي هم قوس قزح والمنشور والعدسات. فاذا نحكي لهون مثلا المنشور والعدسات، او ممكن تكتبوا له قوس قزح والعدسات او المنشور وقوس قزح. الفرع اللي بعده جسم شفاف نرى من خلاله الأجسام مكبرة أو مصغرة. مين هو هذا الجسم الشفاف اللي ممكن يكبرين للأجسام أو يصغرين لإياها؟ اللي هي العدسات. وحسب نوع العدسة بيختلف رح يكون هل الجسم مكبر أو مصغر لما نتفرج في الجسم من خلال العدسة. الفرع اللي بعده عدسة سميكة من الوسط ورقيقة من الأطراف، اللي هي مين؟ العدسة المحدبة. فإذا نحط له بالفراغ العدسة المحدبة. اللي بعده عدسة سميكة من الأطراف ورقيقة من الوسط، اللي هي عكسها مين؟ العدسة المقعرة. بقول لك تسمى العدسة المحدبة بفراغ أو فراغ. العدسة المحدبة عندنا هي اللي بتجمع الأشعة بعد انكسارها، فبالتالي اسمها الثاني العدسة اللامة أو العدسة المجمعة. تكون بؤرة العدسة المحدبة إيش؟ العدسة المحدبة بما إنها بتجمع الأشعة بعد انكسارها في نقطة واحدة، وممكن إنها نجمع ممكن إنها تجمعنا الأشعة عنا، فبنحكي عنها إيش؟ بؤرة حقيقية. فالجواب حقيقية. صفات الخيال في العدسة المقعرة، ما في غيرهم دائما في كل الحالات، سواء كان الجسم بعيد عن العدسة أو قريب من العدسة بيكون الخيال عنا مصغر وهمي معتدل. بقول لك يتكون قوس قزح من تحلل فراغ. من تحلل ايش بينتج قوس قزح؟ من تحلل الضوء الابيض اللي هو ضوء الشمس بعد انكساره. تكون بؤرة العدسة المقعرة ايش، حقيقية ولا وهمية؟ رح تكون وهمية. ليش وهمية؟ لانه حكينا الاشعة بتتفرق بعد انكسارها في العدسة المقعرة، فالبؤرة الناتجة بتكون من امتدادات للاشعة، بيكونوا عاملين امتدادات للاشعة عشان يوصلوهم بنقطة واحدة، مشان هيك البؤرة تاعتها بتكون بؤرة وهمية. اخر سؤال في ورقة العمل بقول لك كيف نرى الاشياء؟ احنا كيف بنشوف الاشياء؟ احنا بنشوف الاشياء حكينا من خلال الضوء. كيف؟ بيجي شعاع من الضوء بيسقط على الجسم، بعد ما يسقط شعاع الضوء على الجسم بينعكس هذا الضوء الساقط على الجسم لعيوننا، فاللي بنشوفه بيكون هو امتداد الشعاع الذي يدخل الى العين. وهيك يا خامس بنكون خلصنا درسنا لليوم. يعطيكم العافيه.